عملية هجومية نوعية باتجاه مواقع الميليشيات الحوثية في المحور الشمالي بمديرية خبوة الشعفة شمال شرق محافظة الجوفة، جاءت بعد هدوء خيم قرابة شهر على جبهة القتال في المحافظة، باستثناء ضربات المدفعية لتحركات الميليشيات بين الحين والآخر. على ضوء معلومات الاستطلاع ورصد مواقع الميليشيات الحوثية، كان للقوات الحكومية في المحور الشمالي إمكانية الإغارة على مواقع الحوثيين في سلسلة جبال المعترضة، وهو ما نفذته في وقت قصير. مواجهات على امتداد جبهة القتال ومن محاور مختلفة، تمكن لواء أبطال الحسم مسنودين برجال القبائل من السيطرة على مواقع الميليشيات، موقعين عشرة القتلى والجرحى في صفوفها. كما تمكنت القوات الحكومية والقبائل في هذه العملية الخاطفة من اغتنام ثلاثة أطقم بما فيها من عيارات وأسلحة مختلفة. تم دحرهم كما هو معتاد، وولوا الأدبار وهم يجرون أذيال الهزيمة، تاركين أبناء الناس المغرر بهم خلفهم ضحية بين أسير وقتيل للأسف الشديد، وما يهمهم إلا أن يحافظوا على من يسمونهم بالقناديل، ويتركون للأسف الشديد ما يسمونهم بالزنابيل. فنوجه رسالة إلى الآباء والأبناء، الآباء لأبناء هؤلاء المغرر بهم، بأن يحافظوا على أبنائهم وأن لا يرسلوهم إلى المحارق. ضربات مدفعية مسددة هيأت السيطرة الكاملة على مواقع الحوثيين، ما جعل عناصرها تفر خارج نطاق المعركة تاركة عتادها في المواقع. كما ساندت الضربات الجوية تحركات القوات الحكومية باستهداف مواقع أخرى تتمركز فيها عناصر الميليشيات وأطقم على متنها تعزيزات. سقوط جبال المعترضة تحمل أهمية عسكرية واستراتيجية، كونها تطل على منطقة بير عزيز وتقطع خطوط إمداد الميليشيات بين الجبهتين، كما تعطي للقوات الحكومية حرية الحركة لنقل إمدادها بين المواقع والسيطرة النارية على منطقة بير عزيز. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، محافظة الجوفة.